السلام عليكم مغاربة الداخل، مغاربة العالم. في هذا الفيديو غنهضر لكم على أربعة ديال التقنيات كيستعملهم اللصوص، يعني الشفارة، لا في فرنسا ولا في إسبانيا، باش يستولوا على البضائع ديال المهاجرين المغاربة اللي غاديين اتجاه المغرب. لكن قبل ما ندخل في الموضوع، عفاكم اللي كيشاهدنا الاول مره ما ينساش يتسجل معنا في القناه ويفعل الجرس، واللي كيتابعنا في القناه ما ينساش يدعمنا بلايك وبارطاجيو بارطاجيو عفاكم هذا الفيديو باش تعمل فائده، لان بزاف ديال المغاربه تسرقوا بهذه الطرق اللي غنهضر لكم عليها. الطريقه الاولى اللي هي معروفه يعني من منذ زمن قديم، اللي كيقولوا لها هي لو كو دو لابال، يعني شي واحد كيعمل نفسه بانه راه وقع له واحد لابان ديال لافواتير، انت كيجي عندك كيجي كيطلب منك المساعده. اكيد من باب الانسانيه الانسان ما فيهاش باس، غادي يساعد شي حد الا وقع له شي عطب تقني لا قدر الله، ولكن قبل ما تساعد هذاك الشخص ما تنساش واحد الحاجه مهمه، هي انك تسد الطوموبيل بالساروت عاد تمشي تساعد. الا شتي شي واحد كيجي كيزربك واحد الدرجه كبيره ما يخليك حتى تشد الطوموبيل، راه عارف القضيه فيها ان، يعني هذا راه باين بان النوايا ديالو ماشي نوايا حسنه، راه غادي باش يشفرك. ما تخليش يأثر عليك، سد الطوموبيل ديالك وسير عاونو، ما فيها باس. الرويضه تفشات لي هادي كذا، ما كاين حتى شي مشكل، ولكن سد الطوموبيل ديالك. التقنية الثانية اللي كيستعملوها يعني الشفارة في طريق المغرب، لا في فرنسا ولا في اسبانيا، ماشي غير في اسبانيا، كونوا واضحين، حتى في فرنسا. التقنية كيسموها بلاغناك الايطاليان، يعني الطريقة الايطالية. شنو هي الطريقة الايطالية؟ كي يجي عندك شي حد، انت مشيتي دخلتي مثلا مطعم ومشيتي دخلتي شي مقهى، كيجي كيفش لك الرويض او رويضة، ماشي رويض كلهم، في الغالب رويضة واحدة. شنو الطبيعي اللي غدير انت ملي غتلقى الرويضة مفشوشة؟ شنو غدير؟ غتمشي للكوفر باش تجبد رويضة السكور. هنا كيستغل الفرصة، كيكون هو اصلا دار التحريات ديالو، شاف الطوموبيل ديالك ودار بيها، وبانوا ليه شي حوايج اللي ممكن اللي عندهم لا فالور غادي يسرقهم الطوموبيل ديالك، بحال مثلا شي بي سي، شي طابليت، شي حاجه. يلاه تمشي تبغي تهز يعني الرويضه من اللور وكتحل الطوموبيل، هو كيستغل الفرصه كيحل الباب، كيهز داك البي سي ولا ديك الطابليت، ولا ربما خليتي كاع البسطام ديالك ولا شي حاجه، كيديه وكيهرب. هذه هي اللي كيسميوها لاغناك الايطاليان، يعني السرقه على الطريقه الايطاليه. كاينه السرقة الأخرى كتسمى السرقة على الطريقة الإيرلندية. الطريقة الإيرلندية يعني لغناك الإيرلانديز، هذه طريقة كتستعمل بزاف، هذه في فرنسا أكثر من إسبانيا. كيجي عندك شي واحد في الباركينغ كيدعي بأنه تسرق، تسرقوا له الحوايج ديالو، الأمتعة ديالو، الفلوس ديالو، كل شيء. كيقول لك أنا عندي فلوس كاش، ولكن راه لاكارت داكشي راه تلقوها ليا، شنو غادي دير انت؟ غادي يعطيك واحد القدر ديال المال، وانت غدوز واحد الفيرمون، واحد الفيرمون بلاكارت ديالك. كيطلب منك مثلا 500 اورو، 600 اورو، انت غدوز ديك 600 اورو بلاكارت ديالك، يعني 600 اورو حقيقية. ولكن هو شنو غيدير؟ غيعطيك 600 اورو ديال الاوراق اللي هي مزورة، يعني دو فوبي. هنا كطيح في الفخ، هذه اللي كتسمى لاغناك الايرلانديز، يعني السرقه على الطريقه الايرلنديه. ثم الطريقه الرابعه اللي كيستعملوها باش يستولوا على الامتعه ديال المهاجرين المغاربه في الطريق للمغرب، هي الطريقه ديال البلوتوث، وهذه طريقه جديده. شنو كيوقع؟ يعني بالنسبه لذاك الشفار، يعني داك اللص، ما هو ما عندوش الهدف ان يهرسك الطوموبيل، ما عارف حتى فين كاين، يعني ديك الحاجه اللي عندها قيمه، الحوايج اللي عندهم قيمه في السياره، بعدين كانوا باينين.
اشنو كيعمل؟ كيدير بلوتوث، عندهم واحد الاله ديال البلوتوث اللي معروف. انا الا مشيتي وخليتي طابليت بي سي بورتابل خليتيه في الطوموبيل في السياره ديالك وخليتي شاعل، غادي يكون فيه البلوتوث. هو بداك البلوتوث كيعرف المكان بالضبط فين كاين داك البي سي ولا داك الطابليت ولا داك التليفون، يعني كيهرس فقط البلاصه اللي غادي يدير فيها اليد ديالو ويهز داك البي سي او الطابليت او البورتابل ديالك. لذلك قبل ما تمشيو للريستورون او القهوه ولا تمشي تستارحوا او شيء من هذا القبيل، يعني الريفلكس اللي خصك يكون عندك ديما، لو ريفلكس اللي يكون عند اي مهاجر مغربي، يسيت يا اما يدي معاه دوك الامور اللي عندها قيمه ماديه كبيره يديها معاه في شي صاكي، لكن ممكن ما كانش ممكن على الاقل ضروري يطفي الاجهزه الالكترونيه اللي عنده باش ما يكونش فيها البلوتوث، يعني ما يخليش البلوتوث دايز باش هما ما يعرفوش المكان ديال هذيك الاجهزه ويمشيو يسرقوها بكل سهوله.